إن توفي الميت ولم يكن له إلا فرد واحد من الناس عنده يقوم بهذا الواجب، فإنه يكون متعينا على هذا الفرد، فرضا عينيا على هذا الفرد أن يغسل هذا الميت، فلا يجوز لميت المسلم أن يخرج من الحياة إلا وقد غسل. ورسولنا صلى الله عليه وسلم كان يغسل الأموات، يأمر الصحابة بغسل الأموات. الصحابي الذي توفي وهو محرم قال لهم اغسلوه بماء وسدر، وحين توفيت ابنته رضي الله تعالى عنها قال للصحابيات اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا على ما ترين بماء وسدر، وجعلن في الأخيرة كافور أو شيئا من كافور أو نحو ذلك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا كله يدلنا على أن الغسل واجب من حيث الجملة، لكن هذا الواجب ليس لكل الأفراد، فالشهداء على أرجح الأقوال لا يغسلون، الشهداء لا يغسلون، لأن قتيل المعركة له كرامة من الله سبحانه وتعالى، فالشهادة منزلة عظيمة في الشريعة لا تكاد تدانيها منزلة أخرى. فهذا الإنسان فبذل ماله وروحه وأراق دمه من أجل إعلاء لا إله إلا الله محمد رسول الله، فخرج من ذلك كله ولم ينل من الدنيا شيئا لأنه يريد إعلاء كلمة الله. فهذا المقصد العظيم الذي خرج إليه هذا الإنسان ونال ينبغي أن يكون في مقابله كرامة عظيمة أيضا. لذلك أمر صلى الله عليه وسلم بشهداء أحد أن لا يغسلونها عن أن يغسلوهم، وبين أن هذا الدم الذي يخرج من الشهيد يبعث يوم القيامة ودمه ينبعث منه، فاللون لون الدم والريح ريح المسك، حتى يعلمه الناس كلهم في ذلك الموقف العظيم في موقف الحساب، حتى يعلمه الناس كلهم أنه من أرباب الشهادة، أنه من أرباب الموت في سبيل لا إله إلا الله محمد رسول الله، أنه من أصحاب هذه المنزلة العالية الرفيعة التي لا يصل إليها أي أحد، لا يصل إليها إلا من باع نفسه وماله رخيصة في سبيل الله سبحانه وتعالى. لذلك قالوا إنه لا يشرع للشهداء أن يغسلوا، هذا هو الرأي الذي تدل عليه النصوص الشرعية. وبعضهم قال إن الشهيد يغسل كغيره، ولكنه رأي ضعيف معارض للدليل الذي ذكرته لكم والله تعالى أعلم. وبعض الفقهاء يقيس على الشهيد المرأة المعتدة، فيقولون لا، بعض الفقهاء قياس المرأة المعتدة في مسألة الطيب ليس في هذا الموضع وسأذكرها إن شاء الله تعالى. فالشهيد على هذا الرأي، ولكن يا ترى من هو الشهيد الذي لا يغسل؟ جاء في بعض النصوص الشرعية الصحيحة أن المبطون شهيد، وأن المبطون الذي مات بسبب مرض بطنه، وأن الذي مات بسبب الطاعون شهيد، وأن الذي مات بسبب الهدم شهيد، وأن الذي مات دون عرضه شهيد، وأن الذي مات دون ماله شهيد، ونحو هؤلاء. فسمى هؤلاء بأنهم ممن نالوا فضل الشهادة، فهل هؤلاء يغسلون أو لا يغسلون؟ نعم، نقول إن هؤلاء يغسلون. كون الشرع يطلق على هؤلاء مصطلح الشهادة ليس لأنه قد نالوا الشهادة الحقيقية، وإنما هي منزلة تداني الشهادة أراد الشرع بها حظ الناس على أن يدافعوا عن أعراضهم وعن أموالهم، وعلى أن من يموت بسبب مرض هو في منزلة عالية رفيعة عند الله سبحانه وتعالى. لذلك رأى أهل العلم بأن هؤلاء يغسلون، ويدلنا على ذلك أمر آخر. الأمر الذي علل به عدم غسل الشهيد هو أنه يبعث يوم القيامة ودمه يخرج منه ولونه لون الدم والريح ريح المسك، وهؤلاء كلهم المبطون وغيرهم لا توجد فيهم هذه العلة. لذلك نقول إن أقوى لأهل العلم في مثل هؤلاء أنهم يغسلون، وأن عدم الغسل إنما هو خاص بشهيد المعركة والله تعالى أعلم. وبعض الفقهاء يقولون إن هذا الشهيد الذي لا يغسل إنما هو الشهيد الذي توفى في أرض المعركة
في قتال لمشركين، أما في إن كان في قتال لغير مشركين كأن تكون هنالك حرب لفئة باغية بمجتمع مسلم، فإن هؤلاء لا يقتلون كما قال غير واحد. لماذا؟ قالوا لأن النصوص الشرعية إنما جاءت لشهداء أحد في غيره، وهؤلاء كانوا يقاتلون المشركين فنقصر الأمر على المشركين. وبعضهم قال إنما كان في قتال للبغاة، وكان مع الحاكم الشرعي ضد الطائفة التي خرجت على المسلمين، الطائفة التي أرادت أن تمزق جمعهم، فإنه يغسل أيضا. استدلوا على ذلك بفعل علمائنا رحمهم الله تعالى مع أهل النهروان، فإنه لا يغسل أيضا، واستدلوا بفعل أصحابنا مع أهل النهروان وقالوا إنهم لم يغسلوا. وهكذا الصحابة الذين قتلوا في حرب الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه مع معاوية بن أبي سفيان. معاوية كان باغيا على الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، فخرج عن طاعة الإمام الشرعي. من غير شك أن هناك من قتل من صحابة رسول الله، على رأس هؤلاء عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه، الذي نص صلى الله عليه وسلم على أنه تقتله الفئة الباغية، وما قتله إلا معاوية وأصحابه، ومع ذلك لم يغسل، مما يدل على أن مثل هؤلاء يعطون حكم الشهادة، لأن أولئك بغاة أرادوا أن يخرجوا عن السلطة الشرعية التي اختارتها الأمة، وأرادوا أن يمزقوا جمع الأمة، وبذلك يحكم لهم بأنهم مخالفون. وهؤلاء الذين خرجوا لقتالهم إنما خرجوا في أمر واجب أيضا، فإنه لا يجوز للمسلم أن يسمح بأن تنتشر الفتنة في مجتمعه، ولا أن تنتشر الفرقة، ولا أن يسمح لأناس يبقون على مجتمع المسلمين وينشرون بسببه فتنة في المال والدماء ونحن ذلك. لذلك فالخروج للقتال مثل هؤلاء إنما هو أمر متعين شرعا، فخروجهم شرعي، وسفكوا دماءهم لأجل الله سبحانه وتعالى وإعلاء كلمته وإثبات السلطة الشرعية في المجتمع المسلم، ومن هنا فهؤلاء يغسلون كالشهداء الذين يقاتلون المشركين. وقد ذهب إلى هذا الرأي جمع من فقهائنا والله تعالى أعلم.